الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي زار ثلاثاء معسكر سيح حفير التابع لحرس الرئاسة، والتقى بعدد من مجندي الخدمة الوطنية بالمعسكر وتناول طعام الإفطار معهم. ونشر الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه بموقع تويتر صورا تجمعه بمجندي الخدمة الوطنية، حيث أظهرته الصور وهو يصلي بينهم ويتناول معهم طعام الإفطار، بالإضافة إلى اطلاعه على آخر التدريبات والاستعدادات. نتابع. الوطن بحاجة إلى كل طاقات أبنائه وبناته في القوات المسلحة وفي الجامعة والمدرسة والمستشفى وفي الملاعب الرياضية وفي كل موقع من مواقع العمل الوطني والإنساني. هذا ما أكده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال مشاركته مجندي الخدمة الوطنية طعام الإفطار أثناء زيارة رافقه فيها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إلى مدرسة الخدمة الوطنية تابعة لحرس الرئاسة في منطقة سحفير على الطريق بين أبوظبي ودبي. وأبدى الشيخ محمد بن راشد ارتياحا كبيرا وسعادة لا توصف أثناء استماعه إلى آراء الشباب التي تنوم عن ثقافة عالية وإيمان كبير بالله وبدولتهم وقيادتهم وطاقاتهم التي يخزنونها في عقولهم وقلوبهم والتي يودون تسخيرها لخدمة وطنهم والدفاع عن مكتسبة دولتهم الحضارية والإنسانية. لم يخفي الشيخ محمد بن راشد إعجابه بعزيمة شباب القوات المسلحة وبما يظهرونه من حماس ومسؤولية وطنية واندفاع باتجاه هذا الواجب الوطني، إضافة إلى فخره بالمعنويات العالية التي يتمتع بها أبناء الجيش الإماراتي. وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن الجيش الإماراتي حاليا يمتلك كل أسباب القوة والإيمان بفضل متابعة الشيخ محمد بن زايد برامجه التدريبية والتعليمية والتسليحية الذي يسهر على بناء هذا الجيش والذي يعتبر قوة سلام وخير لا قوة حرب وشر، وأصفال الجيش بحصن الإمارات ودرعها الواقية والساهر على حماية حدودها والدفاع عن سيادتها وشعبها بكفاءة عالية. أهم شيء أن تكون عندكم الروح الإيجابية، وأنا سعيد جدا ان اكون بينكم وذكرتوني بايام زمان. شكرا. مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا هنا في الاستديو الاستاذ خالد اسماعيل المهيري الرئيس التنفيذي لعمليات في الامارات للخدمات المستجابه. اهلا ومرحبا بك يا استاذ خالد في استديو تلفزيون الان وفي برنامج الخليج في اسبوع. يا مرحبا اخت شيرين، يا مرحبا، اهلا وسهلا. استاذ خالد، طبعا الوطن بحاجة إلى كل طاقات أبنائه وبناته، طبعا هذا ما ذكره سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عندما التقى بأبنائه في على مائدة الفطور. حدثنا عن هذه الجزئية وهذا اللقاء الذي جمع ما بين القادة وما بين أيضا شباب اليوم ومجندي الخدمة الوطنية. السلام عليكم. أول حاجة حضور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اللي هو المستجدين أو الجنود اللي في المعسكر يعتبر مش شيء جديد بالنسبة للقادة اللي عندنا في الخليج والدول الخليج كاملة، بساطتهم وفي نفس الوقت تواصلهم مع يعني الافراد اللي في الدوله، يعني في تواصل دائما متواصلين. يعني الناس يمكن تفتكر ان القاده دائما بعيدين عن الشعب، لا بالعكس، يعني حضورها وحضور الشيخ محمد في هذا الوقت يعني اللي اعطى دافع حتى للمستجدين في المجندين في هذا المكان، وفي نفس الوقت اعطى فرحه لهذه الشباب اللي هم توهم اللي طالعين اللي هم توهم اللي شافوا العسكرية في نفسهم، لأنه ما هاي العسكرية في ناس مدنيين وما يحالفهم الحظ أو ما مشوا في طريق العسكري، بس شافوا الفرق بين التواجد العسكري والمدني. وفي نفس الوقت الدعم الشيخ محمد في هذا الحضور هاي يعتبر دافع كبير للمستجدين في هذه الدورة. نعم أستاذ خالد، يعني من تقريبا سنتين تم إقرار التجنيد الإجباري على الشباب الإماراتي ممن هم دون 30 عام. احكي لنا وش كثر الإقرار هذا أو التجنيد،
وش كثر يفيد في تقويم شخصية الشاب وأيضا يعني جعله يعتاد على القوة وعلى الصلابة، خاصة في فترة لا سمح الله إن كان هناك حرب يكون دائما هو جاهز ومستعد أيضا. القرار اللي هي الخدمة الوطنية بالأخص، نحن نتكلم عن ممكن دول مجلس التعاون. الخطوة اللي هي الإيجابية في اتخاذ هذا القرار، لأن المرحلة القادمة يعني مفروض أن يعني نأهل نفسنا ونفس الوقت نستعد لأي أي 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 تدخلات من خارج الدول الخليج، يعني يكون يعني حتى المدنيين هم متدربين في هذا المجال. بالأخص أو الشخص المدني اللي هو ما اعتاد على الدورات العسكرية أو الشدة أو المبارزة، في أشياء كثيرة يتعلمها، يتعلم كيف الاعتماد على النفس، المكافحة والتحمل، في أشياء كثيرة تعلمها في هذه الدورات. ولهذا السبب يعني هذا القرار قرار سليم، ولابد أنه كان من قبل يعني يكون هذا القرار، لأنه أعطى المدنيين في التحرك في طريقة الأسلوب أو التعليم في التحمل في العسكري. وهذا وأتمنى يعني إن شاء الله ما نوصل لمراحل سيئة في دول الخليج، الله يحميها دول الخليج كلها والدول العربية، ولكن الواحد يعمل احتياطاته في أي يعني احتمالات تصير في الدولة. نعم أستاذ خالد، دائما لما يذكر اسم خالد إسماعيل دائما الكلمات تعجز عن وصف الفرحة، الفرحة اللي أهداها خالد إسماعيل للإمارات ولدول الخليج العربي والأمة العربية عندما دخل ملعب سان سيرو الإيطالي طبعا، وحملت ذاك اليوم مدرجاته على ما يزيد عن 85,000 متفرج. صحيح. في ذلك اليوم، ذاك اليوم خالد إسماعيل حقق هدف تاريخي ضمن مونديال إيطاليا. أنا عارفة كير طلعنا من الموضوع بس أنا ما بقدر دامني مستضيفة اليوم خالد إسماعيل غير أني أتذكر ذيك الفترة وذاك الهدف التاريخي. لا. اللي أسعد الأمة الخليجية والأمة العربية، احكي لنا عن هالهدف. الله، هي أول حاجة هذه المعلومة تقريبا من 26 سنة كانت أول مشاركة لدولة الإمارات في بطولة كأس العالم، أول مشاركة كانت في سنة 1990، وكان أول هدف أسجل على المنتخب الألماني، وكان هذاك الوقت المنتخب الألماني حارز على بطولة كأس العالم، يعني أحرز البطولة، ويعني لي فخر أن أنا أول من سجل هدف في دولة الإمارات. ذيك الفترة كنت لاعب وسط. لاعب وسط، نعم كنت لاعب وسط، وأول هدف أسجله في على مرمى ألمانيا، وكانوا عمالقة، يعني نتكلم عن الماكينة الألمانية، يعني ناس على مستوى كبير. أفتخر أول حاجة لأن دولة الإمارات أول مرة أشوف يعني علم الإمارات يرفرف في الملعب في سان سيرو بين 85,000 متفرج في ذاك الوقت. في نفس الوقت حتى دول الخليج والدول العربية يعني كانوا جدا سعيدين في تسجيل الهدف هذا، وأنا يعني هذا يعتبر تاريخ لحد الآن، ما يعني ما بنساه، وهذا بيتم لأجيال وأجيال وأجيال بيكون. دائما يعني أستاذ خالد، اسم خالد إسماعيل دائما مرتبط بعام 1990، ما نبي نكبرك، نبي نكبرك شوية شوية. طيب أنا اللي عرفته عن يعني شوية قريت، مع إني أنا شوية يعني ضعيفة فيما يتعلق في الرياضة، لا شاطرة في الرياضة بس كرة القدم مو مرة زين، عرفت حتى كان في مضايقات، وكان حتى المدرب يقول لا ان انتم تاخذوا طريقه معينه اللي هي الدفاع لا تهاجمون، وانت تمرت ذاك الوقت على المدرب. اتذكر في هاي المباراه بالاخص مباراه المانيا، كان عندي خلاف مع المدرب البرازيلي اللي هو كارلوس البيرتو، كان مدربنا في ذاك الوقت، هو مدرب البرازيل سابقا، كان عندي خلاف شخصي بينهم، ولكن بغى يوهقني ويحطني في هذه المباراة، والحمد لله توفقت فيها. في نفس الوقت يعني مثل ما قلت انت، بدا يبغى يلعب طريقة دفاعية، وبالاخص قال لي انا ما اتقدم بالمرحلة ان اكون يعني متوازن، يكون بين الهجوم والوسط، ما اكون كثير بالهجوم.
صراحة أنا ما هذاك الهدف اللي سجلته أنا ما أخذ كلامه وتجدمت يعني مثل ما تقولي اخترقت كلامه وتقدمت في الهجوم يعني ما لعبت بالطريقة أو الأسلوب اللي هو كان يبغي يعني لأن يعني طريقة الدفاع يعني ممكن سلاح ذو حدين ممكن يمسح فيك أو ممكن يغطي بس لكن في ذاك الوقت ما في مجال. طيب أنا برجع للمحور الأساسي اللي إحنا قاعدين كنا نتكلم عنه الالتحام ما بين القادة وما بين الشعب بس قبل لا أرجع له بس أنا بعرف أنت اعتزلت عام 2000 2000 وين خالد إسماعيل من عام 2000 إلى هالحين اختفيت؟ كلامي صحيح اعتزلت اختفيت عن موضوع كرة القدم عن الرياضة هو في نفس الوقت يعني انشغالي وارتباطاتي في العمل ما سمحت لي أن أطلع وايد كثير بالصورة ولكن كنت أدخل في بعض التحليلات بعض اللقاءات الرياضية السريعة يعني ما أدخل يعني عقود مع تلفزيونات لا أحاول أن يكون شيء مبسط ولها السبب أنا يعني العمل هو اللي هو أكثر بعدني من يعني أنا عندي حتى بمجال التدريب عندي السي ليسن والبي ليسن عندي مرخص يعني دوليا ولكن ما استخدمته لأن تميت الاختيار كان اختيارين يا أركز في الرياضة يا أركز في العمل وأنا أخذت اتجاهي للعمل مش للرياضة ولكن الرياضة جزء يعني جزء لا يتجزأ بسيط يكون ساعات في مقابلة سريعة تحليل في مباريات أحضر بس فيها ساعات نعم أستاذ خالد يعني في الإمارات نلاحظ تلاحم ما بين القادة وما بين الشعب فعليا يعني نشوف شيوخ الإمارات ما شاء الله في الشوارع يعني فجأة يكون مثلا احنا موجودين في مطعم نشوف شيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن راشد يدخل على نفس المطعم أو حتى على نفس المول اللي احنا نكون موجودين فيه فجأة يسلم على كل الموجودين يعني احكي لنا عن هالجو الجميل اللي فعلا حتى لاحظنا من خلال حتى الافطارات الرمضانية اللي حتى يسووها الشيوخ في الفترة هذه واللي اكيد طبعا تلاحم ما بين القادة والشعب هذا اخذوا من الشيخ زايد الله يرحمه نحن يعني نعتبر كأسعد شعب صراحة بالنسبة لنا نحن نتكلم عن المجاملة ولا نتكلم بمصداقية وبصراحة هذه اللي هم القادة لأن احنا ممكن نرتاح ونشوف السعادة دائما المواطن في حضوره ممكن يمشي بدون حتى حرس بدون أي هذا الشيء نادر تحصينه في الدول في العالم ولكن احنا نرجع الحمد لله الله يحفظهم شيوخنا وشيوخ دول الخليج يعني البساطة اللي عندهم ويعني هذا اللي هو للأسف يعني في ناس يعني ممكن ماخذين معلومة خاطئة يشوفونها لا يشوفونها مثلا غير متواضع وهذا لا بالعكس شيوخنا متواضعين وإذا لك حق في أي شيء ممكن تأخذه في نفس الوقت وبالأخص يعني تواضعهم مثل ما قلتي يدخلون في مطاعم قاعد يشوف يالس في مطعم الشيخ محمد سعد محمد بن زايد قاعدين في مطعم ياخذ الكوفي يعني ما في اي حتى حراسة بس يعني الواحد مستحيل انه يروح اي مكان لازم يكون صديق معه يعني يمكن واحد او اثنين ساعات الواحد ما حد يكون معه بس ساعات واحد اثنين مع صديقه يعني يطلع معه في يعني في الاسواق في اي مكان ولكن هذا الشيء اللي احنا اللي هو يسعدنا ويسعد الشعب الامارات انه يعني في شفافيه واضحه بين القائد والقاده وبين الشعب والله يطول لي عمر الشيخ زايد الله يرحمه اللي هو اللي اسس هذه الدوله واسس سبع الامارات هي اللي كان يعني مثل ما يكون قالوا حتى في بعض المقالات ان الشيخ زايد قال حتى الانجليز إنه قالوا حتفشل الاتحاد الإمارات اللي هو السبعة والحمد لله يعني وصلنا لمرحلة يعني الناس تتكلم فيها على مستوى العالم ونتكلم عن يعني كدولة متحدة والحمد لله ما في أي مشاكل نعم يعني حتى لو تلاحظ أستاذ خالد المرحلة هذه اللي تمر فيها دول الخليج العربي
في السعودية كمان في الإمارات هي تعتبر من المراحل المزدهرة في تاريخ الخليج العربي. نعم. اليوم كنا نتكلم قبل شوية عن زيارة ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية، بعد كذا لفرنسا، أنها جولة الجولة المكوكية باتفاقيات، بعد كذا رجع وتناول طعام الإفطار مع الجنود الموجودين على الحد الجنوبي. أيضا بالمقابل الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه كمان يعني ذهب وتناول طعام الإفطار أيضا مع الجنود طبعا المجندين، مجندي الخدمة الوطنية. هذا شوفي أنا له سبب أقول لك، الدول الخليج الله يحميها إن شاء الله، الله يحمي دول الخليج وحكامها، لأن البساطة المصداقية في موجودة، ولكن فيه الناس اللي هم العارين في طريق، ولكن نحن شفنا البساطة وشفنا أداء الشيوخ، يعني حضور الشيخ محمد في للجنود، يعني يعطي دفعة معنوية للموجودين في هذا المعسكر، لأن يحسون أن لا نحن هذا الحاكم معانا، يعني يكون في تواصل بينهم بين بعض، يعني ما يقول لك لا نحن بس دخلنا في دورة عسكرية وكذا وكذا، لا، وهذا الشيء التواصل لازم يكون متواجد بين القادة والرؤساء مع الشعب، وهذا الشيء اللي نحن نسعد فيه. يعني حتى سمو الشيخ سمو الأمير الملكي الأمير محمد، يعني حتى حضوره في الزيارات هذه، هاي تعتبر اللي هو التواصل بين الشعب والتواصل ورفع المعنويات دائما. حتى انت نحن ما نتكلم عن حروب، الحمد لله الله بعد عنا الحروب، ولكن دائما الحروب يعني حتى رفع معنويات الجنود في هذا المجال، ولهذا السبب الحمد لله نحن شعوب دول الخليج وحكام دول الخليج الحمد لله عندهم البساطة وعندهم المصداقية، والحمد لله الله يحفظهم إن شاء الله. اللهم امين. انا اشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الخليج في اسبوع. الاستاذ خالد اسماعيل المهاري الرئيس التنفيذي للامارات للعمليات المستجابه، شكرا جزيلا. حياك الله.